فمن محمد؟ نبي جعل الله طاعته من طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. من محمد؟ نبي إن خالفناه فالفتن والمحن والواقع خير دليل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا من خالفتم هدي النبي، ما نحن فيه من واقع مرير، إنما بمخالفتنا لأمر رسولنا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن محمد؟ النبي الذي ينبغي أن نحتفل به احتفالا يليق بقدره، نحيي به قلوبنا، نذكر به ربنا، لا نقول إحياء لذكرى نبينا، فذكرى نبينا حية باقية ببقاء الزمان. حين رفع اسم محمد بجوار اسم الرحمن، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. كم يقولها المؤذن في كل مسجد، في كل حي، في كل بلد، في كل مصر، في كل قطر، في كل قارة، والله ما تمر ثانية في الدنيا إلا وفيها ذكر محمد يملأ الآفاق. نحن لا نحيي ذكرى نبينا، بل نحن نحيا بذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. لا نعترف بمولد له يوم في العام، بل ينبغي أن يكون احتفالنا بنبينا طول العام وكل العمر. لا ينسى محمد، لا ينسى محمد، ولا يترك ذكر محمد بعد ذكر رب محمد. مولد، عرايس، حلويات، حضرات، وتهريج كلام فارغ، لا يليق هذا بالنبي محمد، لا يليق هذا بالنبي محمد. محمد أجل من ذلك، محمد أعلى من ذلك، محمد أعظم من ذلك، ومع ذلك فمحمد عبد الله ورسوله. نور، نعم، لكنها النورانية المعنوية. لا نبالغ ولا نقول ما قالته الصوفية ولا عامة الناس. نبي محمد ليس بشرا وإنما هو نور وما إلى ذلك. نعم، نور، نور معنوي، لكن نور من نور الله. ما هذا يا قوم؟ أيطلق الكلام هكذا على عواهنه؟ من محمد؟ محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن محمد؟ نبي جعل الله طاعته من طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. من محمد؟ نبي إن خالفناه فالفتن والمحن
والواقع خير دليل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا من خالفتم هدي النبي ما نحن فيه من واقع مرير، إنما بمخالفتنا لأمر رسولنا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن محمد النبي الذي ينبغي أن نحتفل به احتفالا يليق بقدره، نحيي به قلوبنا، نذكر به ربنا، لا نقول إحياء لذكرى نبينا، فذكرى نبينا حية باقية ببقاء الزمان. حين رفع اسم محمد بجوار اسم الرحمن، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. كم يقولها المؤذن في كل مسجد، في كل حي، في كل بلد، في كل مصر، في كل قطر، في كل قارة، والله ما تمر ثانية في الدنيا إلا وفيها ذكر محمد يملأ الآفاق. نحن لا نحيي ذكرى نبينا، بل نحن نحيا بذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. لا نعترف بمولد له يوم في العام، بل ينبغي أن يكون احتفالنا بنبينا طول العام وكل العمر. لا ينسى محمد، لا ينسى محمد، ولا يترك ذكر محمد بعد ذكر رب محمد. مولد، عرايس، حلويات، حضرات، وتهريج كلام فارغ، لا يليق هذا بالنبي محمد، لا يليق هذا بالنبي محمد. محمد أجل من ذلك، محمد أعلى من ذلك، محمد أعظم من ذلك، ومع ذلك فمحمد عبد الله ورسوله. نور، نعم، لكنها النورانية المعنوية. لا نبالغ ولا نقول ما قالته الصوفية ولا عامة الناس. نبي محمد ليس بشرا وإنما هو نور وما إلى ذلك. نعم، نور، نور معنوي، لكن نور من نور الله. ما هذا يا قوم؟ أيطلق الكلام هكذا على عواهنه؟ من محمد؟ ماذا أقول في محمد؟ ولو مضى العمر ومضى بنا الوقت من هذه الوقفة إلى مثلها من عام قابل أو أعوام قابلة، لا نستطيع أن نوفي محمدا صلى الله عليه وسلم قدره. إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير خلق الله، إنه محمد ابن عبد الله. أتنعم وأتلذذ وأنا أقول محمد صلى الله على محمد. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. لا نستطيع أن نوفي محمدا صلى الله عليه وسلم قدره. إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير خلق الله، إنه محمد ابن عبد الله. أتنعم وأتلذذ وأنا أقول محمد صلى الله على محمد. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم،
وكان فضل الله عليك عظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما.